ايكوتولت. ميرك عيدة، مرحبا بك. وي مرحبا بك، كل مرحبا بكم. شكرا لك على المداخلة. تونس وترتيبها نحكيه تحديدا إفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال أنديس بازيل ولا بيزل أنتي ماني لاندرينج إندكس 2023. الحديث حول تونس علاش اليوم؟ لأنه باش نشوفوا أنه تونس هي البلد الأقل تعرضا لتبييض الأموال في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. هات نشوفوا معك ساعة الأنديس هذية وشنو المقصود بالضبط بالأقل تعرضا لتبييض الأموال. قبل ما نوصلوا للمؤشر هذا، هات نذكروا اللي كيفاش كانت تونس في 2017. صنفتها المجموعة غافي اللي هو الجروب داكسيون فينونسيير غافي، كي كبلاد اللي هو عنده معناها إخلالات استراتيجية في المنظومة نتاعو لمحاربة تبييض الأموال وتمويل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وكانت معناها حطونا في القائمة السوداء تذكروها، وكانت تونس تعاني برشا من الصورة هذه اللي احنا نمولوا في الإرهاب وصدر في الإرهاب وقاعدين معناها الأمور نتاعنا محلولة، تبييض الأموال معناها متفشي في البلاد. الحقيقة كانت مؤشرات قاسية برشا على تونس. هو علاش؟ على خاطر المنظومة نتاعنا ما كانتش ناضجة، ومنسوب الوعي نتاع التوانسه نتاع المنظومه الجديده هذه نتاع محاربه تبييض الاموال ما كانتش موجوده كيف خارج خبراء، ما كانتش موجوده. الحقيقه البلاد الصغيره اللي اسمها تونس محلاها كي تبدا تتصدر احسن المؤشرات العالميه بعد الاخلالات اللي صدروها. تونس خذات بزمام الامور، ونحب نشكر البنك المركزي، نحب نشكر الكتاف معناها الكوميسيون داناليس فينونسيير، سيليجين داناليس فينونسيير اللي لاهي المنظومه نتاع محاربه تبييض الاموال وتمويل الارهاب. ونحب نشكر زاد الخبراء المحاسبين، وانا كنت عضو معاهم، اللي عاوننا تونس باش تخرج من القائمه الرماديه، وقدمنا باش نحسنوا البيرسيبسيون نتاع الجافي على تونس. دونك اليوم معناها اللي قاعدين نشوفوا الثمار نتاع الخدمه هذه والمنظومه الكامله، اللي وصلنا نصدروا الدول العربيه الكل لازون مينا، احنا اول بلدان نتاع لازون مينا رغم اللي عندهم اكثر فلوس وعندهم اكثر امكانيات. احنا مصنفين خير من اليابان، داكور، احنا مصنفين خير من المغرب، احنا مصنفين ثاني افريقيا، داكور، واحنا بعيد برشا على المعدل العالمي. احنا مصنفين معناها 4.59 والمعدل العالمي هو 5.31، معناها حتى بارابور لا موين مونديال انا احسن. احنا مصنفين باغمي لي 50 برومي بي، 50 احسن بلاد في العالم في محاربه تبييض الاموال، وهذا مؤشرات باهي يعطيو اشارات ايجابيه للمستثمرين الخارجيين، على خاطر ولات هذه كما تقول ناخذوها بعين الاعتبار. تو كي باش ناخذوا فكره شكون البلدان اللي متصدره القائمه واحسن بلاد اللي تحارب الفساد مقاومه تبييض الاموال، نلقاو ايسلندا، فنلندا، واستونيا، هذوما الثلاثه بلدان. والثلاثه اسوء بلدان في العالم اللي معناها يسكروا القائمه، والقائمه هما اليوم نحكيو على 150 بلاد، اللي هي نلقاو 150 بلاد هذوما اللي اشوى بلدان اللي نلقاوهم. نلقاو ايتي، نلقاو تشاد، ونلقاو ميانمار. دونك احنا تسميو التصنيف نتاعنا خارق العاده، ايجابي جدا. والحقيقه لو ديسبوزيتيف معناها الاجراءات القانونيه اللي سميناها هي ماشيين في الاتجاهات الصحيحه. هما اتجاه عندنا صارت لنا تدقيق في المنظومه نتاعنا، ثم بعض لي ريكومونداسيون اللي هما معناها قالوا لنا لازمكم تاخذوا فيهم اشواط. نذكرهم هما الريكومونداسيون رقم 6 8 26 و34. والحقيقه من بعد ما كنا معناها مصنفين اللي هما بارسيلمون كونفورم، ولينا تعدينا الى لارجمون كونفورم. هذا الكل تضافر الجهود نتاع القوانين اللي زدناها، المنظومات اللي حطيناها، الرقابات اللي حطيناها، والمنظومه هذه كيفاش تفكرت اللي ولات عندنا البنوك ولات عندها معناها التزامات
في محاربة قبيلة الأموال، البوسطة وليت عندها التزامات، الخبراء المحاسبين ليزافوكا اللي بيعوا الذهب ولي لي اجون ايموبيلي كيف كيف عندهم ديزوبليغاسيون، عندهم التزامات في محاربة قبيلة الأموال، وسيرتو بوغ دينونسي معناها كون ابيل ان ديكلاراسيون سوبسون، معناها لازمنا نعلموا الكتاف كل مره وين فما واحد عندنا عليه شبهات لازمنا نعلموا به الكتاف باش نمنعوا تونس ونخلقوا لها المناعه ضد الفساد هذوما. خلينا نشوفوا حاجه في وسط اللي تقول فيه الكل وكله ايجابيات سيد ماهر، ولكن انه تونس خرجنا من القائمه الرماديه، اليوم فما تصنيف رسمي نلقاو روحنا في المراتب الاولى افريقيا، هذا كله جيد ومؤشرات ايجابيه جدا، ولكن فما وجهه نظر اخرى تقول زاد انه انك تهرب من بشكل جذري ان صح التعبير وتتخوف بشكل قوي جدا من الصوره الدوليه والعمليات تبييض الاموال، تحب ترسم من نفسك صوره جيده جدا في بعض الاحيان، وانت قلت عملت مقارنه مهمه جدا من بكري، قلت اللي نحن خير حتى من العديد من الدول، نحكيوا على الدول العربيه بالذات اللي ماليا ماديا اقتصاديا احسن منا كلهم. هوني في بعض الاحيان نتسائلوا هل هذا فعلا يوحي بصوره ايجابيه ولا انه فيه غلق كبير للابواب، ام فعلا تطبيق صارم للقوانين واحترام للقوانين الدوليه، ام غلق وخلق صعوبات زاد اداريه واجرائيه اللي تخلي بالسيف دو توت لي فاسون بانك تحمي في نفسك ياسر تخلي زاد تخلق نوع من العرقله الماليه والاقتصاديه. كلامك صحيح وجيد جدا، على خاطر اي منظومه نتاع رقابه تخلق اكثر عراقيل، تخلق اكثر معنى التزامات، تخلق اكثر اجراءات، تخلق اكثر تدقيق، اما هذه ماشيه في ميدان اللي هي الحوكمه الرشيده. لازمنا نحاربوا الفساد، خاطر ما ننساوش شو معناها تبييض الاموال، هذوما اموال جايين من الفساد. الفساد الجبائي، الفساد نتاع الارهاب، نتاع المخدرات، الفساد نتاع الترافيك دو ترومان، الترافيك دو دورغان، ما ننساوش اللي احنا تبييض الاموال راهو جاي من سكون ابل ان كريم سوجاسون، فما معناها ماده جزائيه موجوده اللي صار فما حاجه غير قانونيه اللي خسرنا منها فلوس، والفلوس هذيك مشينا لفيناها ووظفناها في الاقتصاد التونسي. مهما كان التكاليف لازمنا نحاربوا اللي كومبورتمون هذا. انا علاش خلي حتى نكمل لك الملاحظه، علاش قلت الملاحظه هذه؟ على خاطر زاد في نفس الوقت نعرفوا اللي من الجانب الاخر، وانا ملاحظتي قلت لك جلبت انتباهي وقت تقول على الدول العربيه الاكثر تطورا اقتصاديا نلقاهم في مراتب بعدنا. اليوم بشكل بسيط نعطيك مثال بسيط جدا، معناتها اليوم فما بعض المؤسسات الناشئه، فما بعض لي زوتو انتربرونور ولا لي زونتربرونور الصغار اللي تلقاه عنده معاملات معينه مع دي كليون موجودين لبرا، تصير مشاكل كبيره لمجرد اجراءات بنكية ولا مالية بسيطة جدا، تنجم الفلوس كله تقف بسبب هل المنظومة اللي قاعدين نحكيو عليه اليوم، معناتها نحكيو على إيجابيات كبيرة، صحيح نتائج إيجابية دوليا وصورتنا الدولية صحيح، ولكن في نفس الوقت فما برشا عراقيل اليوم سيد ماهر. وفما راهو فما بلدان اخرى ذات استراتيجيات اخرى اللي هي تحب تستقطب الاموال هذه، معناها كما تشوف البحرين، كما تشوف العربيه السعوديه، كما تشوف الامارات العربيه، معناها دبي، هما ما خلاوش معناها الالتزامات هذوما مجرد معناها فلوس كونتون، قال لك لا انا نستحق الفلوس هذه، هي مرحبا بالفلوس هذه ما عندي حتى مشكله، وخلي يقول الياسين اللي يحب. دونك احنا لا ما عندناش فرض اقتصاد وما عندناش فرض اموال وما عندناش فرض ترقيم سيادي، واحنا العينين علينا الناس كل ما نجموش نحطوا روحنا في وضعيه اللي نقعدوا معناها الدول العظمى هذه تغزر لنا وتقول اذا كان انت ما عندكش مؤشر به راني من مولودك. ما تنساش احنا ما عندناش فرض قدره كما البلدان الاخرى. اما انت كلامك صحيح، هذه تخلق عراقيل. تو اليوم قبل انا كنت نخلق مؤسسه في 48 ساعه في جمعه، تو نحط 5 شهور وستة شهور اونتروت، خاطر حتى لين البنك تعمل اونكيت على البينيفيسيير افكتيف، حتى لين تعمل اونكيت على البلانشي ارجون، حتى تحل الكتاب على كل فيليال وكل جروب اللي هو يحب يستثمر في تونس. هذه الكل اجراءات طويله وصعيبه وعراقيل كبيره جدا، انا موافق 1000%. لكن اليوم احنا كدول كمنظومة عالمية راهو الارهاب وتبويض الاموال ماشي ويتفشى، راهو الترقيم العالمي ماشي وقف، بدي الفساد قاعد يكثر،
فما ضرب قوي، فما ضغط كبير النطاق العالمي نتاع خلق فساد اخر، تمويل معناها غير مشروع، هذا الكل لازمنا احنا كمنظومه عالميه نتصداو له. ما فماش جوست مليون، فماش ان اكيليبر معناتها ان دوزاج يصير في العمليه هو لعدم عرقله المؤسسات الصغيره خاصه هذا. انا كي نطلع في المنابر ديما كي نحكي في الموضوع هذا نقول ردوا بالكم، ما لازمناش نعملوا منظومه باش نرفعوا 5% من الفساد، لازمنا نعملوا منظومه باش نساعدوا 95% في الصالحين. دونك احنا القوانين اللي نشوفوا فيها هي الكل موجهه لكل 5% الفاسدين. وال 95% يعانيوا من 5%. دونك انا معاك، انا لازمني نلقى ان اكيليبر كيفاش نساعد، ما نخلقش العراقيل، خلق لي فرينات في كل بقعه عندي. انا نحل مؤسسه، نحب نخدم، نحب نبيع، ونحب نشري. فكرت عليا عالميا، تقول لي ليه البلاد هذيك راهي مصنفه على خاطر تعمل هي باغادي فيسكال، ولا مصنفه على خاطر هي معناها تعمل بلاسمون تاعها بلانشيمون راهو خايف، وراهو كان تتعامل معاها راني نعمل لك البيناليتي فيسكال زايده ب 25%، وراني نعطلك، وراني. فهمت معناها؟ هذه منظومه عالميه مسلطه على العالم اجمع، مش احنا عندنا اختيار ولا ما عندناش. ويجيو يدخلوا في التشريع نتاعك ويثبتوا عليك، يقولوا لك راهو اذا كان ما لقاوش الكلام هذا والتشريع هذا في النصوص نتاعك رانا نصنفوك. واحنا كما قلت كنا مصنفين في الرماديه ما هي سوده برشا، فهمت؟ ما تنساوش اللي احنا صدرنا قرابه 15,000 ارهابي لسوريا. دونك كنا ما كناش عندنا صوره جيده، الحمد لله اليوم تعافينا من الصوره هذه. وانا نقول هذوما التزامات باهيه، لكن انا موافقك، راهو التشاريع ولات كاسحه، البنوك ولات تراقب برشا، معناها المعاملات ولات صعيبه، برشا رجال الاعمال وصغار المؤسسات تعاني من ايجاد التمويل، وسيرتو رونتري اون كوبيراسيون. اليوم تحب تدخل انت اون بارتناريا، يحلوا عليك الكتاب، شكون هو البينيفيسيار افكتيف، شكون الشركه الام، والشركه الام شكون ليزاسوسي نتاعها، وليزاسوسي نتاعهم مين التمويل نتاعهم، وهذا معناها بحث طويل وعريض اللي قاعدين اليوم احنا كخبراء محاسبين ملتزمين به، البنوك ملتزمين به، ليزاسورونس ملتزمه به، دونك قاعدين نحلوا بخوفها الناس الكل. واضح. شكرا لك سيد ماهر كعيده الخبير المحاسب. نفكر حديثنا كان في اطار البيزل انتي ماني لاندرينج اندكس لسنه 2023 في دورته او في نسخته ال 12، ونفكر اللي السكور تونس هو 4.59، وتقريبا كل التوضيحات كان قدمها السيد ماهر. اقعدوا معنا، مازلنا راجعين ومواصلين معكم، باش نعملوا تنقيزه بعد شويه باش نمشيو للولايات المتحده الامريكيه مع ضيفنا الاستاذ محمد طاهر المحامي الدولي المستشار السابق بالكونغرس الأمريكي، والحديث باش يكون حول التعاطي مع ما يحدث حاليا في الأراضي الفلسطينية والعدوان الصهيوني ضد غزة، وبالأساس الوضعية الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية ورأي المجتمع الأمريكي خاصة مع تطور أو الأوضاع بعد 45 يوم من انطلاق الاعتداء. اقعدوا معنا، راجعين بعد شوية.